أول حاجة نشكر اللمة هذه، واللمة هذه هي الحل. إذا أردنا أن نقاوم الفساد فعلى الإيمان، لن يزول الفساد إلا بوحدة الصالحين والمصلحين. لن يزول الفساد إلا بوحدة الصالحين والمصلحين. مضينا مادام إحنا قاعدين نعمل فيها كريم صياديه. طيب صياديه، لكن هل أنه المطار بتاع ما توصلش قصر الهلال؟ هل أنه كما قال الأخ علاش ما توصلش مسير؟ لازم تكون مش مشكلة صيادة برك، لازم تكون مشكلة ولادة مسير. علاش ما توصلوش بالمجتمع المدني والجمعيات الموجودة في قصر الهلال والموجودات الموجودة في كشف الرئيس؟ وكذلك إذا كان حق مش مطلوب أنا نعطيها حتى عالميا، لأنه المجتمع الجمعيات عالمية تهتم بالبيئة. قضايا من أهم الأشياء. ثم الاقتراحات، تنتج نشر اقتراحات، مش نعرفش ناخذ اقتراحات، ما غير الاقتراحات هذيك تتطور، تسجل وتتطور ونشوف أنا الحد الأدنى ونشوف الحد الأدنى وعن نجم. شكرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم.